مالك يا ست الحسن مخلياني بالقلق حاسس من ساعة ما شفتك وانتي مش شايلة عينيكي من على سيف الحارس. أصل قصة النهاردة فيها جريمة قتل حصلت في الصيف، وشهريار أنا قلقانة عليه بقاله يومين كده، موده مش ظريف. مولاي السلطان، ربنا يستر وشهرزاد ما توحشناش. حاكم القصة دي أنا عارفها، مليانة قتلة وأوباش. يحكى أن في ليلة ظلامها أسود دامس، صياد وجد جثة والرعب عليه أصبح كابس، فذهب للملك هارون ليقول له عن قاتل يجول الشوارع ويجب التصدي له. أمر الملك بتشكيل فريق بقيادة جعفر وفريقه لبدء التحقيق. توالت الجرائم في المدينة الصغيرة، فالقاتل كان يسبق الفريق بخطوة كبيرة، من متهم واثنين إلى الكثير. كل الشكوك خاطئة والموضوع أصبح مثير. جعفر وفريقه ليصبحوا أبطال يجب أن يوقفوا قاتل الأطفال، مختل ومريض ويحب جمع العيون. القاتل أقل ما يقال عنه إنه مجنون، فبالاتحاد والعزيمة والإصرار ستصلون إلى أهدافكم ولو بينكم ألف جدار. وهذه كانت قصتي الليلة يا ملك الملوك.